الله أكبر. إسرائيل ستحاسب كل من يمس شعرة من رأس مواطنينا. العراق يستعيد ثمن صدام، ويقصف إسرائيل بالصواريخ ويفتح النار على قاعدة أمريكية. غزة تصنع من الصفر قيمة، والقوات الفلسطينية تخرج كالأشباح من تحت الأرض. لبنان يخيب آمال الفلسطينيين ويصدمهم بقوة. إيران تصرح إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وسندفنها في البحر المتوسط. أردوغان يفجر مفاجأة ويصدم إسرائيل. في تطور خطير للأحداث المشتغلة في غزة، أعلنت القوات العراقية التي تضم عددا من الفصائل العراقية أنها قصفت هدفا في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، وذلك لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر. وذكر بيان القوات الإسلامية في العراق نصرة لأهلنا في غزة، عرضا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. استهدفت القوات العراقية صباح اليوم هدفا في أم الرشاش المحتلة. أكدت القوات العراقية استمرارها في دك معاقل العدو، وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها أنها قصفت أهدافا إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلنت القوات العراقية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة لنصرة فلسطين. أعلنت فصائل عراقية اليوم السبت استهداف قاعدة الشداد الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. جاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشداد جنوب مدينة الحسكة السورية بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر. ويأتي هذا الاستهداف غداة استهدافات مماثلة نفذتها المقاومة الإسلامية في العراق على قاعدة حرير الجوية الأمريكية في أربيل شمال العراق، وخراب الجير الأمريكي شمال شرق سوريا. في مشهد جعل للصفر قيمة في غزة، بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد مثيرة لهجوم مقاتليها على تجمع لدبابات إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، وتظهر خروج أحد مقاتليها من فتحة نفق تحت الأرض ومهاجمته دبابة بنصب عبوة ناسفة على ظهرها من مسافة الصفر قبل الانسحاب وتفجيرها. يستخدم الجيش الإسرائيلي كل ترسانته من دبابات وآليات مدرعة مدعوما بطائرات تقصف كل شيء ضمن سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كل ذلك لم يحمي جنود الاحتلال من ضربات المقاومة الفلسطينية التي تشتبك معهم من مسافة صفر. بثت القوات الفلسطينية مشاهد من الاشتباكات مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك جنوب القطاع التي جرت يوم الخميس، وتدمير مقاتلي القوات الفلسطينية عددا من الآليات بقذيفة الياسين 105. وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القوات الفلسطينية بين أحراش منطقة جحر الديك وهو يستهدف إحدى آليات الجيش الإسرائيلي بقذيفة الياسين 105 ترادفية، ويصيبها إصابة مباشرة منطقة سلاحه الرشاش، وأطلق النار بشكل كثيف مصاحب ذلك بتكبيرات عالية. وأظهرت المشاهد إصابة عدد من الدبابات وتفجر القذائف لحظة اصطدامها بهيكلها، في حين قالت القوات الفلسطينية في بيانها المصاحب لتلك المشاهد أنه جرى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية بالمنطقة. وانتهى المقطع بإعلان أحد المقاتلين الانسحاب، حيث ظهر مقاتل وهو يتحرك منسحبا في هدوء بينما يصوره آخر من الخلف. لبنان يخيب آمال الفلسطينيين ويصدمهم بقوة. أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية أن زعيم الحزب اللبناني حسن نصر الله خيب أمال الفلسطينيين وأنصارهم أمس الجمعة، حيث أدلى بتصريحات العلنية الأولى التي طال انتظارها منذ هجوم القوات الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وقالت المجلة في تقرير كتبه محررها جاسون ليمون أن حسن ظل طوال التوترات المتصاعدة غائبا بشكل واضح عن أعين الجمهور، حيث خاطب مسؤولون من المستوى الأدنى في حزبه الصحافة وتجمعات المؤيدين. وأضاف أنه عندما أعلن الأسبوع الماضي عن أن حسن سيخاطب الجمهور أخيرا،
توقع كثيرون أن يعلن عن إجراءات إضافية أو تصعيدا كبيرا، لكن وبدلا من ذلك اكتفى بوصف مشاركة لجنوب لبنان في الصراع قائلا إن جماعته انضمت إلى الحرب في 8 أكتوبر. وقال ليمون إن اللبنانيين والفلسطينيين وكثيرين غيرهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الخطاب، حيث تكهن البعض بأن حسن نصر الله سيعلن أن حزبه والجماعات الأخرى المدعومة من إيران ستعلن حربا شاملة على إسرائيل. وبدلا من ذلك أشار زعيم حزب الله إلى أن المستوى الحالي من المشاركة سيستمر ما لم تتخذ إسرائيل خطوات للتصعيد. إيران تصرح إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وسندفنها في البحر المتوسط. أكد السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي اليوم السبت أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، مشيرا إلى أنه إذا تدخلت بلاده في الصراع فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل. وأضاف السفير الإيراني في أذربيجان أنه لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن بحسب ما أوردته وكالة فارس الإيرانية. ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في وقت سابق إسرائيل بالطفل غير الشرعي الذي لا يستطيع الوقوف على قدميه. أردوغان يفجر مفاجأة ويصدم إسرائيل. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه. ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا، وذكر غزة لابد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل. وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تدعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، مبرزا لا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ. وتابع قائلا لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها. وحدات المقاومة اليد العليا رغم فارق القوة في كل معاييرها ولا يمكن مقارنتها، لأن في بعض الحالات المقارنة لا نهائية إنفينيت. رغم كل ذلك المقاتل الفرد يقارع جيش رسخ في الذهنية العربية الجيش الذي لا يقهر. هذا الجيش قهر ولا يستطيع التقدم وتوقف، لا أقول ينسحب، يتراجع، وسأتي على ذكر ذلك. لكن في حال فشله في الميدان أين اتجه؟ اتجه إلى معاقبة أبناء غزة، شعب غزة، قصف للمستشفيات، قصف للسيارات الإسعاف، قصف للمدارس، تدمير الأسر. كأن لسان حال أهل غزة يتمثل في قول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة جفناء تجفل من صفير الصافري. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة ليصلكم جديدنا أولا بأول. دمتم في أمان الله.